السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنجز القسمة التالية 60 قسمة 32، يعني قسمة عدد صحيح طبيعي على عدد صحيح طبيعي. إذن هذا يسمى المقسوم المقسوم عليه. إذا كنا نتكلم عن الخارج والباقي وليس هناك فاصلة فهذا يسمى القسمة الإقليدية، أما إذا كانت هنا فاصلة فهي قسمة عشرية. بالنسبة للمبتدئين طريقة سهلة، أريد أن أقسم 60 على 32، أكتب مضاعفات 32، أكتبها من 0 إلى 10، من 0 إلى 10 فقط تكفي. هكذا مضاعفات المقسوم عليه 32. فبسرعة، أي عدد مضروب في 0 هو 0، أي عدد مضروب في 1 هو نفسه. الآن 2 في 2 4، 2 في 3 6، 3 في 2 6، 3 في 3 9، 4 في 2 8، 4 في 3 12، 5 في 2 10، أكتب الصفر أحتفظ بواحد، 5 في 3 15، والاحتفاظ هو 16 إلى آخره وهكذا. أما إذا ضربت في 10 فيكفي أن أضيف صفر، أضيف صفر. إذن حصلت الآن على مضاعفات المقسوم عليه من 0 إلى 10 تكفي. الآن 60 قسمة 32 المقسوم عليه الخارج الباقي. أضع قوسا هنا فوق المقسوم عليه، يعني أضع قوسا فوق عدد يساوي هذا المقسوم عليه. أضع قوسا فوق عدد يساوي المقسوم عليه أو أكبر. 6 أصغر من 32، 60 أكبر. إذن المقسوم عليه، أضع قوسا فوق عدد يساوي المقسوم عليه أو أكبر، وأقول في 60 كم من مرة 32، 60 فيها كم من مرة 32، في 60 كم من مرة 32. أبحث عن 60 في مضاعفات 32، أين توجد 60؟ 60 توجد هنا بين 32 و64، يعني في 60 كم من مرة 32 فيها 1 وليس 2. إذن في 60 كم من مرة 32 فيها 1، ونحسب الباقي. 1 مضروب في 32، 32 عملية الطرح، 0 ناقص 2 لا يمكن، أضيف 10 أضيف 1 فالفرق لا يتغير، أو أستلف وأرد السلف. الآن 10 ناقص 2 8، 6 ناقص 4 2. إذن في 60 كم من مرة 32 فيها 1 وبقي 28. 60 تكتب أيضا 60.0، لا مانع من هذا، فتصبح 28 تصبح 280 عشرا، ولكن أضع الفاصلة هنا وأتابع. في 280 كم من مرة 32، وأبحث عن 280 أين توجد. 280 توجد هنا محصورة بين 256 و288، فأخذ 8. إذن 280 قسمة 32 8، ثم أضرب 8 في 32 وأقوم بعملية الطرح. 8 في 32 256، إذن 8 في 32 256، وأقوم بعملية الطرح. 0 ناقص 6 لا يمكن، أضيف 10 أضيف 1 فالفرق لا يتغير. 10 ناقص 6 4، 8 ناقص 6 2، 2 ناقص 2 0، 24 عشرا. أنزل هذا الصفر تصبح 240 جزءا من 100. في 240 كم من مرة 32؟ أبحث عن 240، توجد هنا 240، يعني سأخذ 7. في 240 كم من مرة 32؟ 7، وأضرب 7 في 32 أجد 224. 7 في 32 أجد 224 عملية الطرح.
صفر ناقص ربع أربعة لا يمكن، 6000 أرد 6000 أو أضيف 10 أضيف فرق في فرق لا يتغير. هكذا مثلا، مثلا 5 ناقص 3 تساوي 2، أضيف هنا 10 10 وحدات تصبح 15، أضيف هنا 10 واحدة تصبح 13 تساوي 2، فالفرق لا يتغير. عندما أضيف إلى الحدين نفس العدد الفرق لا يتغير. أضفت إلى الوحدات 10 أصبحت 10، أضفت إلى العشرات 10 واحدة أصبحت 3، لأننا هذا عمود العشرات، أضفت 10 واحدة، هذا عمود الوحدات، أضفت 10 وحدات، و10 وحدات تساوي 10 واحدة، فالفرق لا يتغير كما بينا في المثال. عشرة ناقص أربعة ستة، أربعة ناقص ثلاثة واحد، اثنان ناقص اثنان صفر، أجزاء الألف، أنزل هذا الصفر، 16 جزءا من المئة هي 160 جزءا من الألف، فمئة وستون قسمة 32، في 160 كم من مرة 32؟ أبحث عن 160 ولاحظ أنها تأتي مباشرة هنا، يعني في 160 كم من مرة 32؟ فيها 5، 5 في 32 160، الباقي صفر، لم يبقى شيء، أنهيت عمل والخارج مضبوط، يعني الباقي صفر. هذه قسمة، هذه قسمة عشرية مضبوطة. إذن خارج قسمة 60 على 32 هو 1.875 أو 1875 جزءا من الألف. أو 1875 جزءا من الألف، ولكن أفضل قراءة أقول 1.875. الباقي صفر، هذا يعني أنه إذا ضربت الخارج في المقسوم عليه سأجد 60 الذي هو المقسوم. مع الممارسة والاعتياد لا نحتاج إلى هذه الأصفار مباشرة، نعمل بدون أصفار، ولا نحتاج أيضا إلى هذه المضاعفات لأنها فقط تكون بالنسبة للطلبة المبتدئين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.